لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الوقفات مع الآيات من كتاب الله عز وجل التي تعلق نزولها بحادثة أو واقعة أو سؤال أو سبب على العموم. فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بداية للتدبر والعمل كما نكرر. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما نزل من القرآن كذلك كما أشرنا قبل ذلك ما نزل على حادثة أو واقعة أو سبب، وذلك لتقوية قلوب من ينزل عليهم القرآن، وأن القرآن يعيش معهم ويعالج حياتهم وأحوالهم. وذكرنا كذلك أن القرآن نزل منجما مفرقا لأجل أن يكون ذلك أوقع في نفوس من ينزل عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وآية اليوم التي بين أيدينا والتي نقف معها وقفات نتعرف من خلالها على سبب نزولها والحادثة أو القصة التي تعلقت بها، هي قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على إثر حدث أو واقعة حدثت. وهنا كما نكرر ونقول أن معرفة القصة وسبب النزول من أعظم الأسباب لفهم الآية ولفهم ما جاء فيها، فإنه لو قرأها المسلم من غير أن يعرف سبب نزولها والحادثة التي تعلقت بها لكان المعنى لو ظهر له لكان المعنى ضيقا إن صح التعبير. أما إن علم قصة النزول وسبب النزول فإنه عند ذلك سيعلم حول هذا كثيرا من المعاني، وسيعلم كذلك مع ذلك كثيرا من الفوائد. وهنا لو تأملنا الآية التي بين أيدينا اليوم بإذن الله تعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فمن هم الذين انفضوا؟ ولأي شيء انفضوا؟ ومن هو المتروك في الآية قائما؟ فأما إذا علمنا سبب النزول وضحت لنا الآية أشد التوضيح، فإن هذه الآية نزلت عتابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم الجمعة، وكان ذلك في أول الهجرة، ولعله كان في أول شهور الهجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب فيهم الجمعة، فجاءت تجارة قادمة من الشام أو غيرها، فسمع الناس وهم في المسجد بصوت الدواب التي تحمل التجارة وبصوت الركب الذين جاءوا يحملون التجارة، فخرج الناس على إثر ذلك، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يومها إلا 12 رجلا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية عتابا لهؤلاء رضي الله عنهم: وإذا رأوا تجارة
أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم، ولكن هنا عباد الله لابد من تنبيه بين يدي الآيات، وانتبهوا لأن هذا التنبيه مهم جدا، ونحن نتحدث عن ذلك، وإلا لعل بعضهم يتوهم من سبب النزول على إطلاقه هكذا أن الصحابة منهم من خرج أثناء خطبة الجمعة وترك الصلاة وانصرف لأجل التجارة. فلا شيء علينا إن انشغلنا بأعمالنا ووظائفنا وربما غير ذلك. فإذا كان هؤلاء الأفاضل خرجوا أثناء الخطبة والمسألة مسألة عتاب، فلا بأس أن نخرج أو أن ننشغل حتى عن صلاة الجمعة أو عن خطبة الجمعة، أو نفعل ذلك في أوقات أخرى، كالذين يضيعون الفرائض والواجبات من الصلاة وغيرها لأجل ربما مشاهدة المباريات، أو لأجل ربما الرحلات والحفلات، أو حتى للأموال والأعمال. لا، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك. ولذلك لابد أن تفهم أنت هذا التنبيه الذي سيأتي بين يدي الفوائد. والتنبيه قاله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر، وهو أن الصلاة أي صلاة الجمعة أول ما شرعت كصلاة العيدين، أنها أول ما شرعت كصلاة العيدين، أي أن الخطبة عباد الله كانت بعد الصلاة، أي أن صلاة الجمعة عندما شرعت في أول ما شرعت كانت الخطبة بعد الصلاة وليس كما هو الآن، الخطبة قبل الصلاة. فكان ذلك تأويلا من الصحابة رضي الله عنهم، قد صلينا الجمعة وانتهينا من صلاة الجمعة والحمد لله. ثم من شدة الفقر الذي كانوا فيه خرجوا متأولين، أنه يسعهم الآن أن يخرجوا كما يسع الناس أن يمشوا ويتركوا الخطيب في صلاة العيد، فهذا كان تأويلهم رضي الله عنهم. ولذا شرعت الجمعة بعد ذلك أن كانت الصلاة بعد الخطبة. وهنا لابد لنا من وقفات مع هذه الآية والتي نتعرض من خلالها كذلك لهذا المعنى. فأول هذه الوقفات والفوائد هو أثر محنة الفقر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول الهجرة. فإنك إذا تأملت سبب نزول هذه الآية علمت أنه كانت هناك شدة شديدة وفقر شديد، وهذا معلوم من كتب السيرة، فإن المطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المدة الأولى من الهجرة عانت المدينة النبوية معاناة اقتصادية واجتماعية على أشد ما يكون، بل ربما إن شئت أن تقول حصل فيهم ما أقرب إلى المجاعة، وذلك لأن المدينة تحملت عبئا شديدا. فقد جاء المهاجرون من المدينة من المكة، وجاء المهاجرون من كل مكان يقصدون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء قد تركوا ديارهم وأموالهم من ورائهم لله عز وجل، وهاجروا إلى المدينة ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحملت المدينة عبئا شديدا، أي تحمل أهلها عبئا اقتصاديا شديدا، ولذلك اشتد الفقر بأهلها. وإني لا أطيل في هذا المعنى، بل أذكر دليلا يبرهن لك على ذلك من بين الصور الكثيرة التي تقال في ذلك.
فمن ذلك عباد الله هذه الحادثة، وهي حادثة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها الإمام البخاري رحمه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني مجهود، أي مجهود من الجوع ومن مشقة الجوع. وقيل أنه كان مهاجرا وقد اشتد به الجوع لما خرج، إذ أن المهاجرين كانوا ربما يخرج الواحد منهم من أرضه فيمنعه أهله من أن يصطحب معه شيئا من الزاد أو الماء. فجاء هذا الرجل فقال: يا رسول الله، إني مجهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل: فاتني معذرة، فاتني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضيفه، فأرسل إلى بيوته: هل عندكم من طعام؟ فأجابت جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عندنا إلا الماء. تأملوا وانتبهوا عباد الله، ما يوجد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام. وأرسلنا جميعا يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الضيف وانقلب به إلى بيته فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندنا إلا عشاء الصبيان. فقال: نوم الصبيان وهيئ الطعام وأسرجي سراجتي. فقامت رضي الله عنها فنومت صبيانها وأسرجت السراج، ثم جاءت بالطعام فوضعته بين يدي الضيف وجلسوا يأكلون جميعا. فقامت رضي الله عنها كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، وأظهر لضيفهما أنهما يأكلان، دنيا ظلام، فأظهر لضيفهما كأنهما يأكلان لأجل أن يأكل الضيف ويشبع، لأن الطعام لا يكفي ربما للثلاثة. فلما أصبح الرجل وذهب لصلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله من فعالكما ليلة أمس. في الرواية الأخرى: لقد عجب الله من فعالكما ليلة أمس. فلعل هذا عباد الله يظهر لكم عظيم المحنة والشدة والفقر التي كان يعانيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. ولذلك لما خرجوا وخرجوا للتجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان هذا من تأويلين: تأويل الأول أن الصلاة قد انتهت، تأويل الثاني شدة الفقر والجوع الذي ربما نزل بهم رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا فمن يداني هؤلاء في الدرجة؟ إن بينهم وبين غيرهم كما بين السماوات والأرض في الدرجة والبذل والتضحية لله عز وجل بالأموال والأنفس وغير ذلك. وإلا طالعوا سيرهم رضي الله عنهم وانظروا في بذلهم وتضحياتهم بكل نفيس وغالي، حتى بالمهج والأنفس كانوا مستعدون دائما لبذلها لله عز وجل. ونشير إلى بعض هذه الصور إشارات خفيفة. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه، الشاب الذي تجاوز 20 بقليل وهو من ألمع شباب مكة، فأسرته أسرة غنية من الطبقة الراقية كما يقولون. هذا مصعب بن عمير لما أسلم حرمته أمه من كل شيء، وهو الذي كان منعما. كان مصعب بن عمير
يأتي أو تأتي له العطور من الشام. كان مصعب بن عمير يلبس في اليوم أكثر من ثوب. كان مصعب بن عمير تضع له أمه الطعام والشراب بجوار نومه حتى لا يتعب في ذلك. وكل نساء أهل مكة يرجون مصعب بن عمير لبناتهم. شاب من ألمع شباب مكة، من طبق الرقية كما يقولون. ها هو الذي لما أسلم قام إليه أهله وأمه وحرموه من كل شيء على أن يترك دينه، فتركهم وهاجر في سبيل الله. ومات مصعب رضي الله عنه في غزوة أحد، ومات يوم مات رضي الله عنه فلم يجد له كفنا يغطونه به، وما كان عليه إلا بردة إذا غطوا رأسه بدت رجله، وإذا غطوا رجله بدت رأسه، رضي الله عنه وأرضاه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يجلس بين أصحابه يمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخشف جلد مصعب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمر وقد تخشف جلده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد رأيت هذا في مكة وليس في مكة أزهى منه. ما وجد في أهل مكة ولا شبابها أزهى من هذا الرجل، هذا الذي بذل كل شيء لله تعالى. سعد بن أبي وقاص أبر الناس بأمه رضي الله عنه، لما راودته أمه على ترك الإسلام تركها وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل فيه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صهيب الرومي الذي لما خرج مهاجرا طلبه المشركون وطاردوه وقبضوا عليه، فقال أرأيتم إن أعطيتكم مالي كله على أن تتركوني؟ قالوا نعم، فأعطاهم ماله كله، فأنزل الله في حقه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركت. أفهؤلاء عباد الله يخرجون ويتركون صلاة الجمعة لأجل مال أو تجارة؟ إنما خرج هؤلاء رضي الله عنهم متأولين أن الصلاة قد انتهت، وخرج هؤلاء من شدة الجوع الذي نزل بهم. فأين هؤلاء من الذين يضيعون الفرائض والواجبات لأجل كما أشرنا المباريات أو الحفلات أو الأموال حتى والأعمال؟ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بتعظيم يوم الجمعة كما يأتي معنا في الفائدة الثانية، وهي فضل يوم الجمعة وأهمية خطبة الجمعة. فيوم الجمعة عباد الله هو أعظم الأيام عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. يوم الجمعة عباد الله الذي نحن بصدده، هذا يوم عيد عند المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم، أي وهو يخطب يوم الجمعة، قال إن هذا اليوم عيد لنا أهل الإسلام، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، أي احتفاء بهذا اليوم. فيوم الجمعة هو خير يوم خلقه الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة عباد الله منة من الله عز وجل على الأمة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة وهدانا إليه. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدانا الله ليوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الأمم قبلنا خيرت في أن يكون لها يوم معظم للعبادة، فأضل الله عز وجل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة فاختاروا غيره. ولما جاء الله بنا أمة الإسلام
اخترنا الجمعة خير يوم عند الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة عباد الله يوم العبادة الأعظم عند المسلمين، ولذا أمر الله عز وجل بالسعي له بخلاف سائر الأيام الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة وقبلها بآية واحدة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذا أخذ الفقهاء منها حرمة البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة، وأنه إذا عقدت العقود إذا نودي لصلاة الجمعة فإنها عقود فاسدة وباطلة، فلا يجوز البيع ولا الشراء ولا الإيجار ولا غير ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا لتعظيم هذا اليوم العظيم الذي شرعت فيه صلاة الجمعة، ليجتمع فيها المسلمون أهل القرية أو الحي أو المحلة، ليجتمعوا فيها في مكان واحد كل أسبوع. فهم ربما أشغالهم وأعمالهم تجعلهم لا يرون بعضهم إلا قليلا خلال الأسبوع، فإذا كان يوم الجمعة يوم عيد المسلمين اجتمع أهل المحلة الواحدة، أهل القرية الواحدة اجتمعوا في مسجد واحد، يستمعون إلى إمامهم وهو يوجههم إلى ما فيه خيرهم من دينهم ودنياهم، فيرجعون بشحنة إيمانية عظيمة، ويرجعون بمغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله عظم السلف رضوان الله عليهم هذا اليوم أشد التعظيم، وجعلوا هذا اليوم هو من أعظم الأيام عندهم. يقول الإمام النيسابوري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول كانت الطرقات أيام السلف رضي الله عنهم وأرضاه، كانت الطرقات أيام السلف غاصة بالمبكرين إلى الجمعة بعد عند السحر وبعد الفجر، كانت الطرقات أيام السلف غاصة أي مزدحمة بالمبكرين إلى الجمعة بعد قبل الفجر وبعد الفجر أي عند السحر وبعد الفجر، يمشون بالسرج، لم تكن عندهم إضاءة في الشوارع ونحو ذلك، كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة من السحر أو بعد الفجر يذهبون إليها رضوان الله عليهم أجمعين. ولما لا عباد الله ويوم الجمعة معظم عند الله، ولما لا عباد الله ويوم الجمعة يكفر الذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ولما لا عباد الله ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال العلماء هي ما بين صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة، وقالوا هي ما بعد العصر إلى مغرب يوم الجمعة، وهذا أقرب الأقوال أنها ما بعد العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. فهذه ساعة إجابة يسأل فيها العبد ربه سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل فيها عبد مسلم الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا أعظم الناس تعظيما ليوم الجمعة، لا كما يتوهم ربما الذي لا يعرف قصة الآية أنهم فرطوا وخرجوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفائدة الثالثة عباد الله حول هذه الآية التي بين أيدينا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، هي بعض الآداب المتعلقة بيوم الجمعة. ولقد عظم الله عز وجل من شأن يوم الجمعة وجعل له آدابا، كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة أعظم الناس إقامة لهذه الآداب. فمن الآداب التي تتعلق بيوم الجمعة
صلاة أو تأكيد صلاة فجر يوم الجمعة في المسجد أو في جماعة فإنها أفضل صلاة في الأسبوع بعد صلاة الجمعة. صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد هي أفضل صلاة في الأسبوع بعد صلاة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فاحرص أيها المسلم على أن تصلي الفجر في يوم الجمعة على الخصوص في المسجد. وهنا تأتي سنة أخرى وأدبا من آداب يوم الجمعة كذلك، أنه يستحب القراءة في يوم الجمعة في صلاة الفجر بسورتي السجدة والإنسان، فيقرأ بها الإمام أو تقرأ بها أنت إن صليت حتى في بيتك، تقرأ بهاتين السورتين: سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل كما قال ابن عباس، وسورة الإنسان. والعلة في ذلك أن السورتين قد تعرضتا لأمر الآخرة واليوم الآخر والساعة والجنة والنار وما أعد الله عز وجل للفريقين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران. فيتذكر المسلم وهو يقرأ هذه الآيات في فجر يوم الجمعة فيكون عنده شحنة إيمانية يذهب بها إلى صلاة الجمعة، ثم يأخذ الشحنة الإيمانية الأخرى من خطيب الجمعة فيرجع وقد تزود بعبادة عظيمة كثيرة في يوم العبادة الأعظم عند المسلمين وهو يوم الجمعة. ومن الآداب كذلك عباد الله الاغتسال في بيتك والتسوق والتطيب ولبس أحسن الثياب، فإن ذلك من سنن صلاة الجمعة. لا تأتي إلى المسجد إلا وأنت على أبهى صورة، لا سيما في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل في بيته ثم استاك، أي نظف أسنانه، حتى ولو بغير السواك نظف أسنانه، وإن كان بالسواك من باب السنة كان أفضل. من اغتسل في بيته ثم استاك ثم مس من طيبه إن كان له طيب، أي عطره إن كان له طيب، قال: ثم مشى ولبس من أحسن ثيابه، ثم مشى إلى المسجد، ثم ركع ما شاء الله له أن يركع، أي أنه يأتي مبكرا فيصلي ركعتين في ركعتين ركعتين، وهذا أفضل من سنة أن يجلس يقرأ في المصحف. إن السنة إذا جئت إلى الجمعة مبكرا أن تكرر الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين. الأوزعي رحمه الله لما دخل المسجد قال أحد أصحابه: رصدت له 40 ركعة أو يزيد، جاء مبكرا فقام يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ركع ما شاء الله له أن يركع، ثم لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى رقاب الناس، ثم أنصت للخطيب غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. أي فضل هذا عباد الله الذي ربما نفرط فيه كثيرا. ومن الآداب كذلك عباد الله كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي ليلته، أي في يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلتها، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة من الله عباد الله على عباده رحمة، فأنت عندما تقول اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تدعو بالرحمة العظيمة له، فيجعل الله عز وجل لك منها ما يقابلها 10. انظر، يصلي الله عز وجل عليك 10 بالمرة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا
من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة على الخصوص، فإن له فضيلة أعظم من كل الأيام. هكذا عباد الله، صارت الجمعة معظمة في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوا لنا المثل الرائع في تعظيم يوم الجمعة والقيام بآدابها وأحكامها كما هو معلوم عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.